لونك المفضل؟ اللون الأحمر. إجابة صحيحة. طيب بتحب الجوال أكتر ولا الهجوم السفاح؟ بحب أكسر الأرقام القياسية. أيوة مبروك، نجحت بالامتحان، أنت متابع مخلص لليفربول. أنا وأنت عزيزي كائنات اجتماعية جداً جداً جداً، سيبك من تعليم النيوليبرالية وإغراءات الفردانية، إحنا كلنا بنحب ننتمي لمجموعة بتحبنا ومعانا على الموت، وياريت بقى لو أنت اللي مختار المجموعة دي بنفسك، تشجعوا مع بعض، تشوف واحد من أتباع فريقك بالشارع وهيك تيجي عينك بعينه، تحس في كونكشن هيك صارت بينك وبينه تلقائياً. برشلوني؟ البرشة مبدأ ثابت بالحياة، بتحس بالمسؤولية والالتزام تجاهه، وبتنزل على الملعب تشجع، بتلتقي بجماعتك اللي أسترالي واللي من غواتيمالا واللي من قطر واللي من كل مكان بالعالم، كلكم اجتمعتوا مع بعض كمجموعة واحدة، وإذا فاز بتحس حالك أنت اللي فزت وبتحلي الشلة، وإذا خسر بتتدمر وبتتعب نفسياً زي كأنك أنت اللي خسران، لأنه فعلاً أنت اللي خسران لأنكم مجموعة واحدة، وهذا كله نابع من رغبتنا البشرية بالانتماء للمجموعة، وهاي الصفة تعززت فينا على مدى مئات آلاف السنين وصارت صفة ناجحة جداً بنجاتنا بالمجموعة. المهم قولوا لي مين تقترحوا نشجع بالمونديال، اكتبوا لنا. سلام.